مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. عسلامة ومرحبا بكم على الحياة FM، إذاعة القيروان للصحة. رافقوكم كالعادة كل صبحية نهار اثنين في برنامجكم مع الطبيب المختص من 10 متاع الصباح. أوميكرون عند الأطفال اللي يثير برشا جدل وبرشا حديث، هذا المتحور الجديد اللي أثار جدل من ناحية الخطورة متاعه أو عدمها بين فرضية الحجر الصحي للأطفال لحمايتهم أو جعلهم يواصلون الحياة العادية أمام عدم وجود علامات خطورة. لذلك ارتأينا أن نستند لأهل الاختصاص لمعرفة علاماته وأعراضه ومدى الخطورة متاعه. للتوضيح أكثر تحضر معنا الدكتورة نسيمة بلحودي، طبيبة جامعية مختصة في أمراض الأطفال. مرحبا بك دكتورة نسيمة. مرحبا بك دكتورة عفيف، شكرا على الاستضافة. مرحبا بمستمعين إذاعة حياة FM اللي نعتبروها معناتها إذاعة هي مكسب القروين ومكسب التونس الكل، وتقرب سورتو العلاقة بين الطبيب والمواطن، وترجع نوع من الثقة المتبادلة بين الإطار الطبي والمواطنين. شكرا، يعطيك الصحة وشكرا على تلبية الدعوة. دكتورة نسيمة، الأوميكرون أو المتحور الجديد للكورونا، عندكم برشا ترى برشا صغيرات مصابين بالفيروس هذية في العيادات متاعكم ولا لا؟ بالنسبة للأوميكرون هو المتحور توا نتاع الموجة الخامسة للكوفيد اللي ينتشر بطريقة وبائية، بالطبيعة مس الصغار زيادة، وعنا شفنا الحالات يتميز هو بسرعة الانتشار وشفنا برشا خاصة معناتها في العيادات الخارجية وإلا في ليزيرجونس نتاع قسم الأطفال. أي برشا جاو أصغار شفناهم وشفنا الأعمار الكل تقريبا. هو يتميز بسرعة الانتشار ولكن بأعراض أشد خطورة من الأنواع والمتحورين شفناهم قبل، سورتو الدلتا بالنسبة للأطفال. شنو ما الأعراض عند الأطفال اللي تخلينا نشك إنه صغيري مصاب بالمتحور الجديد هذا؟ فماش حاجة معناتها متميزة للأوميكرون، معناتها كيما سندروم كريبا، معناتها توسكي ألام في الرأس، سخانة تنجم تكون من سخانة عادية متاع 38-38.5 نوصلوا حتى الحرارة الشديدة معناتها مرتفعة تنجم تدوم معناتها نهار، تنجم تدوم حتى 5 أيام. الخشم يبدأ يجري وإلا مسكرة، حرارة في الجريجم، كحة شيحة، والكورباتور يحس روح المفاصل تبدأ توجع فيه برشا، فقدان الشهية والتعب الفشل اللي يحسه الصغير. سينو ما فماش كذيق في التنفس اللي شفناه مع المتحور دلتا، ما فماش. صح، دونك اقل خطوره حسب اللي قاعدين نشوفوا فيه من المتحور دلتا. من المتحور دلتا علامات الخطوره، فما صغيرات ينجموا يتعرضوا للخطوره، فما تعكرات تنجم تصير، شنو هي علامات الخطوره؟ احنا توا باش نحكيو معناتها على توا احنا تقريبا في نهايه الوباء قاعدين نخرج، احنا التوانسه ما التزمناش بالحجر بالبروتوكول الصحي ولا راهو خرجنا معناتها، فهمت؟ قعدنا نعملوا في ارقام متقاربه، اما نورمالمون راهو تعدينا معناتها الكابيغو، توا قاعدين نخرجوا من شويه بشويه ان شاء الله. لحد الان هيك علاش باش نحكيو على ارقام. لحد الان بالنسبه للمستشفى الجامعي ابن الجزار اللي شفناهم الكل صغار في العيادات الخارجيه والا ليزيرجونس، جوست نشوفوهم تريتمون سيمتوماتيك، ياخذوا شويه دواء في ليرجونس ويروحوا، معناتها الحالات كيما سندروم غريبال جوست راحه في الدار وشويه دواء كهواء. رقدنا زوز تم ايوائهم بالمستشفى، زوز صغيرات اللي صغر السن خاطر ما اقل من 6 شهور، ورقدناهم مراقبه خاطر عندهم حراره مرتفعه، جوست العمر مراقبه ما دامتش الايواء، فتره الايواء نتاعهم ما دامتش اكثر من 72 ساعه، من 48-72 ساعه، ما استحقوش اكسجين معناتها جوست مراقبه، ما عندهمش ضيق في التنفس، حراره شديده هيك شنو خفنا عليها اكها، معناتها ما فماش تعكرات لحد الان. الحمد لله. دونك الكاب هذية والفاق اللي شفناها الكل، إذا كان وصلنا رقدنا زوز صغيرات كهو ومدة الإيواء ما فاتتش 3 أيام، معناها الحمد لله نسميو علامات الخطورة مش موجودة برشا. تقريبا مش موجودة، تقريبا عند الطفل علامات الخطورة بالنسبة للأوميكرون مش موجودة نجم نقولوا، معناتها نحافظوا شوية على الصغيرات الأقل من 6 شهور خاطر نخافوا عليهم من الحرارة المرتفعة، سينو راهو ما فماش علامات خطورة. واضح. إذا كان وقتاش احنا نقولوا انه صغير هذا يستحق الإيواء في المستشفى لا قدر الله، معناها وقتاش شنو العلامات اللي تخلينا نرقدوا صغير في المستشفى؟ قلت لنا العمر الصغير، الأمراض إذا كان عنده أمراض مزمنة سيغطو أمراض القلب وأمراض التنفس رقدوه مراقبة زيادة، وإلا الحرارة المرتفعة عند الصغيرات لأقل سيغطو من 3 شهور.
دكتورة، الأعراض اللي قلتي لنا هي أعراض متشابهة حتى مع الفيروس الجريب ولا الانفلونزا الموسمية، كيفاش نجموا نفرقوا؟ نجموش نفرقوا بينيتهم، معناتها الأوميكرون يعطي أن سندروم غريبال كيما الفيروس الأخرين الكل، ما نجموش نفرقوا بينيتهم إلا إذا كان مثلا احنا نعملوا لي تيست رابيد ولا بي سي آر، تلقى فما معناتها حالة عدوى في العائلة ولا حاجة، وقتها نعملوا لي تيست، سينو راهو سي لو ميم تابلو. نفس العلامات والأعراض اللي يعطي هذا الغريب العادية. واضح. كيفاش يتم التشخيص؟ التشخيص يتم بالتيست رابيد بيان سور، إذا كان احنا شكينا باش نعملوا تيست رابيد ولا نعملوا البي سي آر. سيرتو معناتها فما السيرولوجي، زاد اذا كان ما احنا التيست رابيد والبي سي ار طلعوا نيجاتيف وعندنا معناتها دوت كبيره، وقتها نعملوا سيرولوجي كوفيد. دونك التيست رابيد دكتوره في الفارماسي والا في المستشفى ولا فما ديرنييرمون زاد فما برشا حديث سمعناه على حكايه التيست رابيد اللي مش موجود واللي كيفاش الوضعيه عنا في المستشفى؟ بالنسبه لي انا في الكبار حبيت نقول او تيست رابيد احنا ما مش موجود، مش متوفر عنا في المستشفى، وهذيك علاش المواطن يضطر باش يشريه من الفارماسي. ما عرفش كيفاش عندكم في احنا بالنسبه في قسم الاطفال في اليورجانس يجيو نادي بي كبير بتاع دي بارون والكل، يجيبوا معاهم لي تيست رابيد، نبعثوهم يجيب تيست رابيد من الفارماسي ونخدموا. مش متوفر في المستشفى؟ مش متوفر احنا في المستشفى، معناتها مش متوفر، نوفروا مره معناتها يبداو عنا واحد ولا زوز على الحالات اللي تجي تستوجب ايوائها بالمستشفى، معناتها ايوائها بقسم الانعاش سيرتو، نعملوا تيست رابيد باش نعرفوا معناتها نعملوا ايزولمون ولا للمريض. سينو معناتها نعملوا لي بي سي ار. تيست رابيد يجيبوه لي بارون ونقوموا احنا نعملوا في الاورجانس. دونك شنو هي النصائح اللي تنصح بها الاولياء للوقايه من المتحور الجديد هذا اللي يمس الاطفال؟ سورتو البروتوكول الصحي، لي بافيت نغسلوا دينا ديما نعلموا صغيراتنا، هما تعلموا توا الصغار معناتها ديجا وحدهم ابارتيغ حتى من 4 سنين قاعده نشوف في صغار يعرفوا يلبسوا البافيت، يعرفوا يغسلوا يديهم بالكدا، يستعملوا الجيل، ما يقعدوش في بلايص مسكره ديما نهويو البلايص اللي احنا فيها لونكومبرومون لي سينو. هذاك هو البروتوكول الصحي، الوقايه الوحيده هي نتبعوا البروتوكول نتاعنا. دكتوره تنصح الصغيرات باش يلبسوا البافيت؟ توا ننصحوا صغار باش يلبسوا البافيت، خاطر تعلموا هو صغارنا توا، هذيك كانت اول ما بدينا معناتها الكوفيد كنا نحكيو اسكو صغارنا باش يلبسوا ولا وكل شيء. من بعد ارتئينا انه يلبسوه، خاطر عرفنا اللي صغارنا وصلوا معناتها درجه معينه من الكونسيونس ولا واعيين بالواقع اللي احنا توا نعيشوا فيه بالحاله الوبائيه، ويلبسوا الصغار ويعرفوا كيفاش يلبسوها ونحيوها، ولي بارون قاعدين يعلموا في صغيراتهم. وهي معناتها تلبس البافيت للصغير تحميه من انه ياخذ شارج فيرال كبير، معناتها حتى كي ياخذ عدوى وعدوى بشارج فيرال صغير وتكون العدوى معناتها الاعراض ماهيش قويه. يعني صغير كان يهز بافيت يلبسها وينحيها ويمسها بيديه وبعد يحطها في جيبه ويعاود يلبسها، معناها هذا كم خير من بلاش؟ لا مش خير من بلاش. احنا جينا نمو قلت لك لي بارون راهم فايقين وعلموا الصغيرات، احنا لازمك تعلم الصغير اللي مش بالضروره، مش المهم انه يلبس، مش المهم انه يلبس، انه يعرف انه يلبسها، خاطر ينجم يكون هو يلبسها وما يعرفش كيفاش ينحيها وكل تصير العدوى وقتها. معناتها نجم اي نجم تكون البافيت هي ديجا خاطر الشيره البرانيه تنجم تكون فيها لي فيروس ديجا، كي هو باش يمسها بيديه وما يعرفش كيفاش ينحيها باش تولي هي السورس نتاع الكونتامينيشن. لازم نقولوا لبس البافيت طريقه كيفاش ينحيها خاصة، واللي يهبط وين يحطها وكيفاش يرجعها وكل شيء. واضح. دكتورة، وبالنسبة للصغيرات اللي ما يلبسوش البافيت، الأعمار الصغيرة طرق الوقاية كيفاش تكون؟ بالنسبة للأعمار الصغيرة شنو باش تلقاهم سيرتو في الكريش، معناتها نحكيو في الروضة وإلا في المنازل وإلا في الدار التوأم تاع الدار، التوأم تاع المكان اللي موجودين فيه. اللي اكثر صغير في العمر هذيك باش تلقى عنده مرافقين، المرافقين لازم يكونوا يلبسوا البافيت ويغسلوا يديهم فريكامون وكل شيء، التهوأم تاع البلاصه هذيك وما نحطوش نومبر كبير تاع بيت في نفس البلاصه، هكاك نحميوه من العدوى. وفي الاطار العائلي كيفاش؟ في الاطار العائلي قلت لك في الاطار العائلي نورمالمون التونسي راهو يلبس البافيت في الدار، خاصة توا في الحالة الوبائية معناتها فهمت، رانا نورمالمون نلبسوا لي بافيت في الدار، حتى وكان باش تصير العدوى في الدار يكون واحد بوزيتيف تنتقل العدوى لأفراد العائلة، أما شارج فيرال قليل معناتها نتاع نهايري 3 أيام يخرجوا منها العائلة الكل. فهمت؟ تهوية المنزل، خاطر توا احنا في الشتاء ما نحلوش برشا الدار وكل شيء، راهو مهم تهوية المنزل لمدة على الأقل 15 دقيقة في اليوم.
حل بالبيت بالبيت 15 دقيقه ما صعبنيش عليهم لا 15 دقيقه في النهار ومفيده ومع الشمس توا فما شويه شمس ممكن ننصحوا العبيد تهوئه المنزل كما قلت لنا حتى علاش ليه الام اللي تتلهي بصغيرها ويبدا بيبي ومازال صغير تنجم تلبس البافيت اذا كان فما شك خاصة الزيارات والتجمعات نحاولوا نطول البريود هذية نبعدوا عليها شوية باش نحميو صغيراتنا من المتحور الجديد هو جنرال مول سامحني دكتور عفيف أما جنرال مول النصائح هذه مش كان مع الكوفيد معناتها النصائح هذه احنا نتوجهوا لها مع لي فيروس الكل معناتها سورتو مرا كيف تولد جديد بيبي صغير وكل شيء ونخافوا عليه برشا هذيك معناتها ديما نقولوا تجنبوا الزيارات خاصة اللي تولدوا في الشتاء وقت العدوى نتاع الفيروسات الجريب وكل شيء حتى مش نتاع مع الكوفيد نتجنبوا الزيارات صغير زيدا مش نحطوه في بلاصة فيها مع نتاع العائلة وكل شيء والأم كيف تدخل بحدها صغيرة حتى كي مش ترضعوا ترضعوا من صدرها الحليب الأم هو المنصح به طبعا تلبس البافيت متاحة وما تحاول تحاول دور وجهها تبعده على ما تعطيش وجهها ديريكتومون مع الصغير تتنفس في وجهه فهمت دور هكا وجهها شوية وتقوم بإرضاع صغيرها وتخليه في البيت وتخرج وديما ديما نقصوا من القبل والتسليم برشا على البيبيات ننسيوهم تقريبا ننسيوهم تو اوكي انتم ما تسمعوا فينا على الحياه فهم اذاعه القيروان للصحه رافقوكم في برنامجكم مع الطبيب المختص موضوع الحصه نتاعنا المتحور الجديد الاوميكرون عند الاطفال تحضر معنا الدكتوره نسيمه البلحودي طبيبه استشفائيه جامعيه في امراض الاطفال نخرجوا استراحه موسيقيه وهنا راجعين مع الطبيب المختص أسبوعياً برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM صباح الخير للسادة المستمعين اللي التحقتوا بنا توا نذكركم انتم تسمعوا فينا على الحياة FM إذاعة القيروان للصحة في برنامجكم مع الطبيب المختص وموضوع الحصة نتاعنا اليوم الأوميكرون عند الأطفال تحضر معنا الدكتورة نسيمة بلحودي طبيبة استشفائية جامعية في أمراض الأطفال طرقنا في الجزء الأول من الحصة للأعراض للطرق الوقاية عند الأطفال وتوا عنا ميكرو تريتوار سجل هنا زميلنا بلال نسمعوه مرض بالكورونا وينجم تكون عندنا تكون خطيره وتختلف من طفل لطفل وخاصه اللي بيبي نجم ما نفيقوش بهم خاطر الصغار ما يتكلموش لازم الام ديما تقيس السخانه تتفقدوا كل ساعه اعراض الكورونا تنجم تعرضوا للمشاكل في جهاز التنفس ارتفاع في درجه الحراره سخان عطسان فما شكون يفقد حس الشم والتذوق برشا خايفين خاصه المتحور هذا قاعد يمس اكثر الصغار قاعدين نسجلوا في ارقام كبيره مقارنه بقبل ننصح الامهات مراقبه صغارهم حاولوا ديما يعطوهم الجي اللي يعقموا شوفوهم انا بالنسبه لي عندي بنت اختي معناها ديما نحاول نقيسوا لهم السخانه نشوفوهم كحه نحاولوا نعمل التحاليل وان شاء الله ربي يستر وكهو ان شاء الله صغارنا لباس وان شاء الله ان شاء الله ازمه وتتعدى ان شاء الله اربع موجات معناها الصغار استنى الرضعه كانوا في الموجه الرابعه هذه اخص الصغار لكن بطبيعه رحمه ربي فوق كل شيء معناها خوفش انا كولي معناها ولدي عمو سبع شهور مرض بها معناها الاعراض نتاعو على السخانه كما اي قريب هو في الحاله هذه معناها بطل ما عادش يلا عنده جاية تحس فما عنده جاية شكل الدين يتنفس بالسيف هنا أهم حاجة تهزوا للطبيب وتبعده عنده أخته وتبعده على أخواته ونعزلوهم معناها تبعده على الناس اللي قراب له معناها اللي عندهم مناعة ضعيفة كما بويا معناها كما جد وجدين الأوميكرون جديدة صغار برشا صغار يمرضوا بها كيفاش نجم أمه تفيق بيه تفيق بيه مثلا سخانة تطلع له في الليل صغير يولي يرد تحسه يكح سورتو سخانة من الأعراض نتاعها كان صغير ينجم يتكلم ينجم يقولها راني فاصلي توجع فيا راسي سورتو جاية قوية في الراس كي يبدا صغير صغير ما تنجمش امه تفيق بيه سورتو ما نجمش يتكلم باش تفيق بيه بالبكاء الصغير يشد صحيح بالبكاء ويولي تولي مثلا يرد تولي كرشو تجري يرفض الماكله جمله وسخانه ما تطيحش تولي امه لازم تهز وقتها للطبيب ولا تعطيه هي مثلا في وقتها كان ما فماش وقت الليل الاخر تعطيه دواء نتاع سخانه سينا غدوه الصبح بكري تهزوا للطبيب وهو ينجم يشخص الوضعيه يندرى فيروس ولا بروده عاديه حسب ما نشوفوا الكورونا كثرت برشا في المدارس خاصه بين الصغيرات والاعراض نتاعها تكون كحة تكون سخانة ساعات فشلة معنا والصغيرات مثلا البيبيات مثلا في الديار كي يمرضوا معنا خلوهمش وحدهم ولا مثلا كي اخواهم الصغار يبدو مرضى ما تقربهمش وحده رجعنا لكم بعد ما سمعنا الميكرو تريتوار وتدخلات المواطنين دكتورة اللي لاحظناه بكلهم يسألوا على الحجر الصحي بالنسبة للأطفال وانت كنت قلت لنا انه الأوميكرون ما عندوش برشا خطورة على الأطفال واللي فهمته ضمنيا من حديثك انه ليه للحجر الصحي خاصة انه الموضوع هذا كان موضوع متعديبة كبير ما بين المواطنين والمربين واللجنة العلمية
دكتورة شنو رأيك في الكلام اللي سمعته؟ بالنسبة للكوفيد 19 الأطباء كانوا في وقت من الأوقات أكثر ناس ناديوا بالحجر الصحي. وقتاش؟ وقت في قروان، نحكيوا إحنا على قروان ونحكيوا على الدلتا، في وقت في جويليا وأوت، وقت اللي تقريبا قسم الأطفال بمستشفى ابن الجزار ولا بكله أوسبيتاليزاسيون كوفيد، ولينا إيزولمون الناس الكل معناتها صغيرات الكل، ووصلوا فما حالات معناتها استحقوا الإنعاش واستحقوا تحطوا تحت نفس الاصطناعي. فقدنا 5 أطفال وقتها، صحيح عندهم أمراض مزمنة وأعمارهم أقل من 3 أشهر، لكن 5 أطفال فقدناهم حاجة كبيرة. وقتها نتفكر أنه اللجنة العلمية في القيروان قامت بعادية الاجتماعات تقريبا يوميا مع الأطراف السياسية، ونادينا بالحجر الصحي لتفاقم الحالة والحالات الخطيرة عند الأطفال. لكن حاليا مع الأوميكرون توا نحكيه على حاجة مخالفة تقريبا، أنا نقول خاطر فرحانة خاطر خوفنا احنا زادة من الموجة هذه، وخوفنا من الأوميكرون اللي باش يجي اللي يقولونا عنده سرعة انتشار كبيرة برشا، لكن الحمد لله عنده أعراض أقل. توا نحكيه بالأرقام مرة أخرى، إذا كان أنا في جويليا أوت تقريبا قسم الأطفال ولا الكل كوفيد ويتوا مع تتوا معنا حتى حالة كوفيد، مع ترقرة قد نزوز كما قلت لك جوست مراقبة ومشيوا مع 3 أيام مشيوا فهمت خرجوا لاباس. وقتها نقولوا نجي ونحكيوا على الحجر الصحي، شنو التبعات الحجر الصحي جربناه قبل وشفناه. احنا صحيح دكتور عفيف معناتها الكوفيد وخاصة الدلتا المتحور دلتا كان عدو شرس، معناتها وقت اللي جينا في الصيف وكل شيء نادينا بالحجر الصحي والكل، ما خممناش في تبعات الحجر الصحي على خاطر هو بطبيعته عدو شرس، لكن في نفس الوقت نسينا الاعداء نتاعنا اللي موجودين كل يوم لي زوتر فيروس تاع الغريب وكل شيء اللي موجودين. الحجر الصحي معناتها انك تشد صغيراتك تحطهم في الدار وتسكر عليهم، زيرو كونتاكت مع العالم الخارجي، زيرو كونتاكت مع لي فيروس، معناتها تقريبا ما عادش تشوف عبيد في الشارع وكل شيء. اذا كان انت صغيرك وقت يعمل كونتاكت مع الفيروس مع الغريب راهو صحيح هو باش يتعب 3-4-5 أيام، لكن باش يكتسب مناعه وقت اللي يخرج للعالم الخارجي ويعمل كونتاكت مع الفيروس نفسه. وقتها تقريبا ما تكونش عنده اعراض، ما نفيقوش به اصلا اللي هو عمل كونتاكت مع الفيروس وكل شيء، خاطر يكتسب مناعه طبيعيه موجوده في بدنه لي زونتيكور به. احنا توا في قسم الاطفال رقدنا برشا صغار بالعكس مش بالكوفيد، بالفيروسات الاخرين شفنا معناتها القسم الانعاش تقريبا من عندنا معناتها بارسك شهرين قسم الانعاش نتاعنا ديما معبي نتاع الصغيرات، صغار تحت التنفس الاصطناعي والكل. من الاول معناتها من الاول خممنا في الكوفيد، قمنا معناتها بالتحاليل اللازمه كلها نيجاتيف. وقتها مشينا لوجو شنو ما لي فيروسات اللي عطينا هالحالات الصعيبه وبرشا، عملنا البي سي ار ملتيبلكس نوع من التحاليل باش تشوف شنو هما لي فيروس الموجودين عند الاطفال. الحالات التعبه برشا واللي عندهم اعراض قويه تقريبا اقل حاجه 2 فيروسات في بدن الصغير. علاش؟ خاطر الصغير ما عمل عنده مده ما عملش كونتاكت مع حتى فيروس، ما عملش غريب، ما عمل حتى شيء، بدنه فارغ ما فيهش مناعه ما فيهش ديزانتيكور. وقت اللي باش يخرج للعالم الخارجي ويقابل لي فيروس باش ياخذهم الكل، مش خاطر فيروس عملت معاه كونتاكت انا شهر اللي فات عندي معاه ديزونتيكور درا شنو مناعتي ماهوش باش ياثر فيا، لا لقى روحه مع انواع الفيروسات الكل ما عندوش مناعه. وهذاك علاش كان هو معناتها معناتها بزوز بثلاثه فيروسات في بدن الصغير وكل معناتها ديكو انفيكسيون ودي تابلو غراف كل شيء شفناه. معناتها اذا كان مش تحكي على حجر الصحي توا بالاوميكرون راه مش لازم، اذا كان الاوميكرون ما يعطيش حالات معناتها خطيره واعراض معناتها كيما سندروم غريبال والكل مش لازم احنا نعرضوا صغيراتنا الوغ كو معناتها عندنا تابلو دي تابلو غراف مع الفيروسات الاخرين نتاع الغريب العاديين نتاعنا وكل شيء اللي هما تقويوا علينا. انت تجي تقولوا علاش الفيروس قوي، لا مش الفيروس قوي، احنا ما عندناش مناعه، صغارنا راهم ما عندهمش مناعه وهذاك علاش يعطي معناتها الديكو انفيكسيون يعطي معناتها اعراض قويه معناتها فهمت. اذا كان الاوميكرون ماهوش ما يعطي اعراض ماهيش شديده حتى لو كان صارت العدوى ان سندروم غريبال يمشي على روحه، علاش الحجر الصحي بالحق؟ معناتها اذا كان ينجم هو ديجا يعمل كونتاكت مع الفيروس مع الاوميكرون ويكتسب مناعه، المناعه هذه تنجم تحميه في موجات اخرين اذا كان فما موجات معناتها من واحد. توا العلماء يقول لك الاوميكرون هي نهايه الوباء نتاع الكوفيد الكل على خاطر باش نكتسبوا مناعه الناس الكل، ويقول لك هذاك هو معناتها في العالم الفيروسات الفيروس يقعد يتحور لي في الاخر يجي متحور كيما الاوميكرون يمرض الناس الكل سريع الانتشار لكن اعراضه خفيفه. هذه اهم حاجه معناتها خلي صغير يلبس البافيت، نعلموه كيفاش يلبس البافيت يتبع البروتوكول الصحي نتاعو ويخرج للعالم الخارجي، خاطر هذيك راه ما تنساوش الكونتاكت مع العبيد في الشارع وكل شيء يخلي صغير يكتسب مناعه تحميه.
حتى وكان يمرض يمرض بحاجات معناتها يكون بدنه متهيئ لها وعنده ليلها اسمع لها ليزونتيكور ابار معناها الكوفيد فما برشا فيروسات اخرين يتلقحوا عليها صغار بالكونتاكت ديريكت نفس معناتها نفس البرانسيب نتاع التلقيح هو كونتاكت زاد مع الفيروس والا مع الحاجه نتاع الفيروس حتى معناتها الكونتاكت ديريكت هذيك تعطي ايمونيتي ناتوريل ديجا هي معناتها اون برانسيب يقول لك باريكزومبل الصغير علاش انه احنا نلتجئوا لحليب الام وديما ناكدوا حليب الام خاطر على حكايه المناعه هذه حليب الام فيه المناعه وفيه لي زونتيكو الصغير يكون في كرش امه محمي وقت اللي باش يخرج من كرش امه باش يواجه الفيروسات الموجودين معناتها راهو الاف وملايين الفيروس هيك علاش نقولوا حليب الام سيغتو الحليب من الاول بالكل هذيك فيه لي زونتيكو باش يحميو الصغير معناتها البرانسيب راهو موجود معناتها من ديجا من اللي احنا دي بيبي فهمت هذه معناتها نقولوا احنا طبيعه الحجر الصحي بالنسبه طبيا فما زاد معناتها الطبيعات النفسيه الصغار اللي موليه توا الحجر الصحي في الدار ما عندهمش ديزاكتيفيتي يفدوا من الدار الصغير لاحظنا ارتفاع في الاضطرابات النفسية عند الأطفال الإفراط في الحركة صغير طاقه ديما أجيتي وكل شيء الطبيعة النفسية زيد راهو نقراو لها حسابها معناتها صحيح فهمت خاطر الصغير يحب يخرج يحب يلعب يحب يعمل ديزاكتيفيتي حياته اليومية يعيشها مش يقعد في الدار عنده انرجي دونك شوية عنده إفراط في الحركة تولي عنده بعض الاضطرابات الحاجة الثالثة زيد بالنسبة للحجر الصحي صغارك مش الناس الكل ينجموا ياخذوا دي كونجي مع صغارهم يقعدوا معاه في الدار معناتها بالضروره انا نعرف عائلات بالضروره يخليوا صغارهم وحدهم في الدار في عمر معناتها 6 7 8 سنين يقول لي باي اوكي هاكا خوك كبير 9 سنين بحذاهم انا اوبليجي باش نخدم ما عنديش وين نخليهم دونك يخليهم في الدار تتصور انت صغار في العمر هذا تخليهم وحدهم في الدار ما يقوموش انهم يعملوا كثر لي زانتوكسيكاسيون احنا حاجه هذه ملموسه معناتها نشوف فيها كثر لي زانتوكسيكاسيون كثر لي زانتوكسيك دوميستيك في الدار كل شيء معناتها هذا زاد خطر اذا كان تشوف توا راهو بلي ستاتستيك ارجع لي ستاتستيك في نفس الفتره نتاع مني والوسني وتشوف الصغار قديش معناتها لي زانتوكسيكاسيون بالدويات يشربوا دواء يشربوا دي برودوي في الدار وكل شيء ما تنجمش لازم حد معاهم في الدار ولا لي زاكسيدون دوميستيك يمسوا الضوء يمسوا حاجه واللي لاحظنا برشا معناتها ولات في ارتفاع معناتها اذا كان انا نجي نشوف الطبيعات الصحيه الطبيه والنفسيه واللي زاكسيدون هذوما لي زانتوكسيكاسيون على اوميكرون على دلتا اي لدينا بالحجر الصحي كل شيء فهمت وراو احنا ما يهمناش في حتى ما يهمناش في التبعات السياسيه احنا بالنسبه للاطباء راهو اللجنه العلميه يهمنا صحه الطفل صحيح. بالنسبه لينا احنا اوميكرون خلينا ميساج نواجه الاوميكرون ربما تكون نهايه الوباء ونهايه الكوفيد خليه ياخذ مناعه صغير حتى كان معطي تبع البروتوكول ويلبس كل شيء حتى كان خذ العدوى باش تكون اعراض خفيفه ويكتسب مناعه ونحميه زادا من معناتها لي فيروس الاخرين نخليه يكتسب مناعه نحميه من التبعات النفسيه نحميه صغيراتنا يبداو ديما معناتها وقتهم منظم ومش في الدار وحدهم واضح يعطيك الصحه دكتوره دكتوره احنا وصلنا للعلاج بالنسبه للي لاحظ علامات هذوما ويشك في صغيره ولا يعمل تيست ويتاكد شنو ما النصائح للعلاج نصائح العلاج هو اول حاجه لي زولمون اول حاجه لي زولمون توا كنا قبل نجيو بعده على خويته 5 جور تقريبا ما عادش فما عاد تقريبا سورتو نحميو الصغيرات لاقل من 6 شهور لأقل من 6 شهور هذوك بالحق نحميهم نخليهم وحدهم وكلهم بعدهم مع الصغيرات اللي في المدرسة اللي هما دي فيكتور معناتها الصغيرات هذوك اللي الأوميكرون ولا الغيرو معناتها أي حاجة ديجا حاملين العرض الفيروس سينو معناتها الدواء هو سيمتوماتيك معناتها عنده سخانة تعطيه دواء سخانة عنده كحة تعطيه دواء الكحة حاجات هكاكا يشرب برشا ماء ياكل ماكلة صحية تعملوا لي تيزان يعاونوه برشا ونخليوه يرتاح مدة 5 أيام في المنزل ومن بعد يرجع لحياته اليومية يعطيك الصحة دكتورة شكرا على المعلومات هذه القيمة احنا طرقنا اليوم للأوميكرون عند الأطفال حضرت معنا الدكتورة نسيمة البلحوتي براتيكمون وصلنا لنهاية الحصة نتاعنا دكتورة مسك الختام نخليك الكلمة عندك أنت بمسك الختام نحب نصح لي بارون يعلموا صغارهم يحكيوا مع الكوفيد يعلموهم البروتوكول الصحي يخليوهم يتابعوا حياتهم اليوميه يخليوهم يقراوا حتى النتائج الدراسيه نتاع صغارنا راهو فيها مرشا مشاكل ما تلاحظوه الاولياء ديجا نحميو صغيراتنا وشرطو نردو بينا على التبعات النفسيه للحجر الصحي ما نكونوش نجري وراء
معناتها نجري وراء حجر صحي وما نقراوش حساب تبعات على صحة الطفل النفسية خاصة والدراسية بيان سور وكل شيء. وديما خليو الثقة في الطبيب، الطبيب راه وقت اللي لازم حجر صحي تكلمنا وخرجنا او توفا قلنا ليه لازم حجر صحي وخفنا على صغارنا، توا كيف ما تكلمناش وكل شيء على الحجر الصحي ما نصحناش به، خاطر فما ارقام وفما نتائج احنا نشوفوا فيها دي ستاتستيك نتابعوا. خليوا عندكم ثقة في الطبيب ان شاء الله. شكرا دكتورة نسيمة البلحودي، رافقتنا من 10 نتاع الصباح في برنامجنا مع الطبيب المختص. كنا تحدثنا على الاوميكرون عند الاطفال، الاعراض نتاعو، العلامات والطرق الوقاية والعلاج. تحدثنا زيد على الحجر الصحي وشفنا راي المختصين. نشكر امنا بوخيت في الاخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال. من هنا للحصة الجاية اللي فاتتو حاجة مسمحاش اليوم يلقاها على الباج اوفيسيال الحياة فهم. من هنا للحصة الجاية نقول لكم الى اللقاء وباي باي. مع الطبيب المختص، مع الطبيب المختص اسبوعيا برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة فهم.